أقول فضيلة الشيخ: إذا صليت مع إمام وقام عن التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة فلما نبه جلس للتشهد، فهل أجلس معه؟ نعم تجلس معه، وهو أخطأ، وأخطأ في رجوعه، لكن تجلس معه، لأن هذا من متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن بعد السلام تبين له أن هذا خطأ وأنه يكره هذا. نعم.